السلام عليكم واهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم البنات في فيديو جديد على القناه. كنرحب بكم جميعا، كنرحب بالبنات اللي انضموا جداد، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. واليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد دانيت شوكولا منزلي. ان شاء الله غادي نحتاجوا فيه واحد فلون شوكولا، جوج معالق سكر، مايزينا ولا النشا، استعملوا هاد اللي في الباكيه ولا ديال العبار، نص يطرو ديال الحليب. غادي نوضع السكر ديالي، غادي نوضع فلون شوكولا، غادي نوضع واحد المعلقه كبيره من المايزين، يعني مهم نخلطوا هذه المكونات الجافه. ونوضع عليهم نص ديال الكميه ديال الحليب. نخلطوا جيدا البنات باش ما يبقالناش الحبيبات. من بعد البنات ما دمجناه جيدا، غادي نصبوه على الحليب. ودابا البنات غادي نزيد نخلط واحد الخلطه خفيفه هكا قبل ما نوضعهم فوق النار. ودابا ندوزو نحطوهم باش يعقدوا لنا فوق البوطه. نوضعها البنات على نار مهيله وما نتوقفش على التحريك. من بعد البنات هنا ما بدا يعقد هذا الخليط، احتاج واحد 4 القطع ديال الشكلاط ديال جوج دريات، مهم 4 القطع انا استعملت. دابا غادي نضيفو على هذا الخليط ديالي وما نوقفش على التحريك باش يذوب. ممكن البنات تستعملوا اي نوع ديال الشوكولاط، ونستمر بالتحريك حتى يذوب لنا هذاك الشوكولاط الاسود. دابا البنات طفيت عليه البوطه وغادي نبقى نحركو باش اذا كان الشوكولاط باقي ما دابليش يذوب. البنات من بعد ما دابلي هذاك الشكلاط، دابا غادي نصب هذا الخليط في الزليفات ديالي. البنات دابا غادي نخلي هاد الزليفات ديالي حتى يفقدوا الحراره ديالهم، وغادي ندخلهم للثلاجة باش يعقدوا ان شاء الله ويبردوا لنا، ونقدمهم معكم ان شاء الله. البنات كيكونوا هما هادو التحليات ديالي من بعد ما بردوا، زينتهم بهاد الفريزات وبهاداك الشوكولاط الكوكيز، وهذا كيكون هو القوام، كيجي رائع.
تماما بحال دانيت شوكولا، وهو كيتكل في الزليفات. انا بغيت غير باش نوريكم القوام ديالو. مذاق رائع، ما كيجيش حلو بزاف، والله عجبني بزاف بزاف. نتمنى البنات حتى نتوما ينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم هاد التحليه ما تنساوش تخليو لي لايك، تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.